السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في فيديو جديد. المغرب يستضيف كأس افريقيا 2025 وكاف يدعمه لتنظيم مونديال 2030. فاز المغرب بحق استضافة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم لعام 2025 بعدما سحبت نيجيريا وبنين ملفهما المشترك، فيما نالت كينيا وتنزانيا وأوغندا حق استضافة نسخة 2027. وفق ما أعلن الاتحاد الإفريقي للعبة كاف الأربعاء خلال اجتماع لجنتها لتنفيذية في القاهرة، وسيحتضن المغرب النهائيات القارية للمرة الثانية في تاريخه بعد نسخة 1988 التي فازت بلقبها الكاميرون، وذلك بعد انسحاب الجزائر الثلاثاء الماضي من سباق الترشح لنسخة 2025 ثم الملف المشترك لنيجيريا وبنين الأربعاء بهدف دعم ترشح أسود الأطلس لاستضافة مونديال 2030 بصحبة إسبانيا والبرتغال. فقام أفاد رئيس الاتحاد الأفريقي للعبة الجنوب أفريقي بتريس موتسيبي، لكن الاتحاد الجزائري أفاد الثلاثاء أن هذا الانسحاب يأتي بسبب النهج الجديد الذي يتبعه الاتحاد في استراتيجية تطوير كرة القدم في الجزائر، مضيفا أن الاتحاد يركز جهوده في إعادة تنظيم وتنشيط كرة القدم في الجزائر، كما يكرر التزامها الثابت بتطوير كرة القدم الأفريقية. وسبق للمغرب أن فاز بحق استضافة نسخة 2015 لكنه طلب تأجيلها بسبب تفشي وباء إيبولا، وهو ما دفع الاتحاد الإفريقي إلى سحبها منه. وقال موتسيبي إن هناك اتفاقا داخل الاتحاد الإفريقي بمنح أصوات أعضائه الخمسة صفر دعما للملف المغربي في سباق الفوز بتنظيم مونديال 2030، مضيفا أن الملف المغربي لتنظيم أمم إفريقيا 2025 جاء مطابقا لكل المعايير التي وضعها الكاف، وتابعنا كل للنجاحات التي حققها المغرب مؤخرا في كل للتظاهرات الكروية التي استضافها. وعبر موتسيبي عن فخره الكبير بالمغرب الذي فاجأ العالم نهاية العام الماضي في قطر بعدما حقق إنجاز أن يكون أول بلد إفريقي يصل إلى نصف نهائي كأس العالم، وتوقع أن ينظم المغرب أمم إفريقيا 2025 بمعايير عالمية ليقدم نفسها كما رشح قوي لاستضافة كأس العالم 2030 في ملفها لمشترك مع إسبانيا والبرتغال. وصوت كل الأعضاء الحاضرين للاجتماع وعددهم 22 لصالح المغرب. واعتبر موتسيبي أن ترشح المغرب لاستضافة كأس العالم 2030 ليس ترشحا لدولة إفريقية، لكنه ترشح لإفريقيا كلها ونسعى جميعا لمساعدته في إطار تطوير اللعبة والبنية التحتية داخل القارة، دعم القارة ماديا ولوجستيا. أما بالنسبة للملف المشترك لكينيا وأوغندا وتنزانيا فتفوق على ملفي كل من السنغال بطلة النسخة الأخيرة عام 2021 وبوتسوانا. وأشار موتسيبي إلى أن اختيار الملف المشترك لكينيا وأوغندا وتنزانيا كان الهدف منه دعم كرة القدم ماديا ولوجستيا، إضافة إلى تطوير البنية التحتية من ملاعب ومنشآت رياضية وطبية في تلك المنطقة من وسط القارة الأفريقية. وقال أعتقد أنه ستكون بطولة ناجحة جد، وهي فرصتي للاستثمار والسياحة في هذه الدول وخلق فرص عمل. وكان الاتحاد الإفريقي سحب في أكتوبر تشرين الأول الماضي تنظيم نسخة 2025 من غينيا بداعي تأخرها في إنجاز المنشآت المضيفة للبطولة. ومنذ ذلك الحين استقبل الاتحاد الإفريقي طلبات تنظيم دون البت في هوية البلد المضيف، قبل أن يعلن موتسيبي الشهر الماضي أن الكشف عن البلد المضيف سيكون في 27 سبتمبر أيلول الحالي، مع التأكيد على أن إسناد تنظيم نسخة 2027 ستم حسمه في اليوم ذاته. وتقدم كل من المغرب والجزائر قبل انسحابها شرطة بالإضافة إلى ملف مشترك من نيجيريا وبنين بطلبات لتنظيم نسخة 2025 من البطولة الإفريقية الأكبر للمنتخبات التي تقام بمشاركة 24 منتخبا.
وتضاربت الأنباء حول وجود ملف مصري للترشح لتنظيم نسخة 2027 بين تأكيد بعض المصادر ونفي مسؤولين بالاتحاد المصري للعبة. غير أن متسيبي حسم الجدل القائم بشأن ملف مصر مؤكدا الأربعاء بالقول: لم تعرض مصر الترشح لاستضافة أمم إفريقيا 2027 ولم تتقدم بملف لتنظيم البطولة. وكان مقررا أن يحسم الاتحاد الإفريقي هوية البلدين المضيفين مطلع العام الحالي، لكنه أجلى قراره أكثر من مرة قبل أن يحدده في 27 سبتمبر أيلول الحالي. وتستضيف ساحل العاج نسخة 2023 التي تم تأجيلها من يونيو، حزيران ويوليو، تموز الماضيين إلى يناير، كانون الثاني وفبراير، شباط المقبلين لتجنب موسم الأمطار. إذا أعجبكم محتوى هذا الفيديو، لا تبخلوا علينا بإعجاباتكم وتعليقاتكم المشجعة، ولا تنسوا متابعة قناتنا لمزيد من الأخبار الرياضية. يمكنكم في أي وقت اقتراح مواضيع ترغبون مشاهدتها على القناة. شكرا لكم، وإلى فيديو قادم إن شاء الله.